اعتقد هو بادئ بالجرامر، والجرامر ده بيتكلم على قاعدة اسمها so such enough و to. ما شرحناش القاعدة دي فهنضطر ان احنا نشرحها الاول، نركز مع بعض كده قبل ما نبدأ في الحل. انا مختصر لك الموضوع في ورقة واحدة برضو تسهيلا على الجميع، هنزلها على الجروب بحيث انك تبص في الورقة دي كده، خلاص قصة so such يبقى انتهت بالنسبة لك. ملخصها لك، هو يونت تافه جدا جدا جدا. عندي حاجة اسمها so that المفصولة، وعندي حاجة اسمها so that الموصولة. ركز، الله يكرمك في اللي أنا بقوله ده، أنا هشرح الأول. تاني يا مستر، عندي حاجة اسمها so that المفصولة، وعندي حاجة اسمها so that الموصولة، يعني على بعضها كده. طب المفصولة دي بحط في النص إيه يا مستر؟ بحط في النص يا إما صفة يا إما حال. طب معناها إيه يا مستر التركيبة دي؟ معناها جدا لدرجة أن. تاني يا مستر معناها إيه؟ جدا لدرجة أن. يعني على سبيل المثال لو أنا عايز أقول مثلا، تعال ناخد أمثلة بقى. أنت قلت لي يا مستر أول حاجة قاعدة سو، قاعدة سو. إيه بقى قاعدة سو دي يا مستر؟ قلنا أول حاجة بحط كلمة سو، وبعدين الصفة أو الحال، الصفة أو الحال، وبعدين بحط هنا كلمة ذات. طيب التركيبة دي يا مستر، التركيبة دي اسمها إيه باللغة العربية؟ اسمها جدا لدرجة أن. معناها إيه يا مستر؟ جدا لدرجة أن. لما أجي أقول مثلا the boy أو the book was so exciting that I read it twice. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكتاب كان مثير جدا لدرجة ان انا قرأته مرتين. الكتاب ده حلو قوي، انا قرأته مرتين. فين القاعدة اللي هنا يا مستر؟ قال لك القاعدة اللي هنا ان انت استخدمت so وبعدين كلمة exciting. طب هي كلمة exciting معناها مثير، طب مثير ده ايه؟ قال لك مثير ده صفة، وبعدين حطيت كلمة ذات. طيب التركيبة دي باللغة الإنجليزية معناها إيه باللغة العربية؟ معناها جدا لدرجة أن، جدا لدرجة أن. طيب تمام، عرفت دي ما عنديش فيها مشكلة. عندي كمان يا مستر حاجة اسمها سو ذات الموصولة. إيه سو ذات الموصولة دي؟ بيجي قبلها جملة عادية وبعدها فاعل وبعدين كان أو كود وبعدين مصدر. يعني إيه العك ده؟ اشرح لي يا مستر معلش. بص يا سيدي، لما سو ذات بقى تيجي موصولة بيجي قبلها ايه؟ بيجي قبلها هنا جملة وبعدين هنا so that so that على بعضها، وبعدين فاعل فاعل، وبعدين كان أو كود، كان أو كود، وبعدين الانفينيتيف، انفينيتيف يعني الفعل في المصدر. طيب تمام، اديني مثال يا مستر. اصلا دي بقى معناها ايه؟ قال لك دي بقى معناها لكي. معناها ايه يا مستر؟ لكي. اديني مثال. اقول لك انت بتروح المدرسة ليه؟ تقول لي I go to school so that I can learn. اجي اقول لك انت رحت لصاحبك امبارح ليه؟ تقول لي I went to my friend so that we could study together. استفدنا ايه بقى من الكلام ده يا مستر؟ بص يا سيدي، طيب خلصنا من سوا يا مستر، تعال نخش على كلمة تانية اسمها such. such دي برضو معناها جدا لدرجة ان. تاني يا مستر معناها ايه؟ جدا لدرجة ان. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، تعال نكتبهم كده سريعا. such بقى هكتب كده خمسة، هقول such وبعدين بيجي بعدها ايه او ان، وبعدين صفة او حال، صفة او حال، وبعدين اسم مفرد يعد، اسم مفرد يعد، وبعدين ذات.
طب دي معناها ايه يا مستر؟ قال لك دي برضو معناها جدا لدرجة ان. مستر ايه الهبل ده؟ يعني الاتنين زي بعض في المعنى، هفرق بينهم ازاي في الامتحان؟ قال لك من التركيبة بقى. طب اديني لما اجي اقول ايه؟ He is such a tall boy that he can play basketball easily. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو ولد طويل جدا لدرجة ان هو يقدر يلعب باسكت بول بشكل كويس. فين القاعدة اللي هنا يا مستر؟ استخدمنا such بعدين ايه او ان، بعدين صفة، بعدين اسم مفرد يعد، بعدين كلمة ذات. دي التركيب. طب في امتحان اخر السنة هتيجي ازاي؟ دي هتتشال ويقول لك اختار في الاختياري so ولا such ولا enough ولا to. انهي واحدة من دول تبقى صح وبناء على ايه؟ اقول له ثواني، دي معناها جدا لدرجة الولد ده طويل جدا لدرجة انه يقدر يلعب باسكت بول كويس. طب يا ترى اخد سو؟ قال لك لا، ده سو محتاجة صفة وذات، انما في هنا صفة واسم وذات. اه يعني في كلمتين، في صفة، وكمان ان الاسم ده مفرد فحط هنا ايه او ان، يبقى انا لازم اخد كلمة such. الاجابة بالفعل هتبقى سو بالفعل، زي ما زميلكو قال وحلل كمان، يعني هو فاهم وبيعمل ايه. هنا يا مستر جات لي جملة في الامتحان، هي جملة طويلة عريضة انا مش عارف اترجم اصلا، يعني مثلا سي ان انا مش عارف اترجم. جميل، ايوه جميل. طيب هنا جاب لي كلمة ايه؟ ذات. والاختياري في امتحان اخر السنة في سو وفي تو وفي تو وفي انف. الكلام ده فين؟ في الوحدة ال11، انا عارفه بقى، ده بتاع قاعدة سو ساتش دي. طب المستر قال لي لو لقيت كلمة واحدة وبعدين ذات، عينك تروح فين؟ يا اما سو يا اما ساتش. اصلا ساتش مش موجودة، يبقى سو هي اللي موجودة. خلصنا. طيب عندي الجملة رقم 5، الجملة مش هناخد بالترتيب، الجملة رقم 5. جملة رقم 5 مين هيعرف يحل لي؟ تعال نشوف. هتبقى ساتش زي ما زميلتكو قالت ساتش. طبعا الإجابة الصحيحة هنا هتبقى ساتش. ليه بقى يا مستر ساتش هي الإجابة الصح؟ ما أنت لسه قايل لي دلوقتي هنا كلمة ذات. مستر قال لي لما الاقي كلمة ذات في الامتحان عيني تروح فين؟ يا اما سو يا اما ساتش. ده كلام سهل يا مستر، ده احنا حفظناه. ايوه، ما انا عايزك تحفظه، عايزك تبقى خارج من السيشن دي اي جملة في الامتحان، لان في طلبة كتيرة ما بتعرفش تحل على الكلام ده. لما بيجي لها في الامتحان ايه ساتش وتو وايفر وانف والكلام ده، قواعدها ايه دي مش عارفها.